مع الأنجلة أبو سليمان ناشط الإعلامي من حمص. جلال، مساء الخير، هل من جديد في حمص حتى اللحظة ميدانيا وأمنيا؟ مساء النور سيدتي. طبعا عادت دماء محافظة حمص لتسيل من جديد المجزرة تلو المجزرة تحدث في محافظة حمص، والعالم أجمع يقف متفرج على قيام قوات النظام والشبيحة والمرتزقة اللبنانيين والإيرانيين بإبادة أهل محافظة حمص بشكل كامل. البارحة مجزرة في قرية الحصوية أو في قرية الدوير عفوا راح ضحيتها 20 شخص، واليوم مجزرة أخرى في ريف مدينة الكلخ الواقع في الريف الغربي لمحافظة حمص، وتحديدا في قرية الزارة راح ضحيتها 8 أشخاص. نعم. طبعا هؤلاء كانوا من وجهاء قرية الزارة، حاولوا عقد هدنة مع القرى المجاورة لهم والتي تقوم بخصف القرية على شهر رمضان المبارك. عندما حاولوا الخروج من القرية سمح لهم الحاجز المتمركز على أبواب تلك القرية والتي يحاول اقتحامها. طبعا الجيش سمح لهم، لكن الشبيحة لم تسمح لهم بالخروج، وقاموا بإطلاق النار عليهم أو على السيارة التي كانت تقلهم، مما أدى لاستشهاد 8 منهم وإصابة عدد منهم. طبعا المصابين قامت قوات النظام باعتقالهم، ولا نعلم أي شيء عن مصيرهم حتى هذه اللحظة، لكن هم مصابين حسب ما أفادنا يعني بعض شهود العيان في تلك المنطقة. كذلك ماذا عن تلك الكلخ جلال؟ في معلومات تقول بأنه أيضا النظام ارتكب مجزرة في تلك الكلخ، هل هذه المعلومات صحيحة؟ سيدتي هذه المجزرة التي تتحدثين عنها هي نفسها مجزرة الزارة. طبعا الزارة قريبة جدا من تلك الكلخ، وهي يعني تعتبر إحدى ضواحي مدينة تلك الكلخ. طبعا كما قلت لك يعني 7 أشخاص راح ضحيتها. مدينة تلك الكلخ ارتكبت قوات النظام فيها العديد من المجازر في تلك المنطقة، لكن المدينة مسيطر عليها بشكل كامل من قبل الجيش السوري النظامي والشبيحة، ولا يستطيع أي أحد دخول عليها إلا إذا كان مواليا للنظام، والأهالي يعيشون مرارة حقيقية في تلك المنطقة في ظل انقطاع الكثير من المواد الغذائية وفي ظل الممارسات التي تمارسها عليهم قوات النظام والشبيحة. شكرا لك جلال بوسليمان، الناشط الإعلامي، كنت معنا من حمص على هذه المعلومات.